أهلا بكم، هنكمل مراجعة الكمبيوتر لأولى إعدادي. وطبعا احنا بنحل هنا تمرين كتاب الوزارة. هنحل أسئلة الخاصة بالجزء النظري من المنهج، وزي ما انتوا عارفين احنا عندنا جزء خاص بالجزء العملي اللي هو خاص ببرنامج سكراتش، وده احنا تم شرحه وتم حل أمثلة عليه. الجزء بقى التاني من المنهج وهو خاص بالإنترنت، لكن الجزء الخاص بسكراتش هو الجزء الأكبر. الجزء بالإنترنت الخاص بالإنترنت يعني أصغر بكتير، وفيه أجزاء كتير إثرائي يعني تعتبر الاطلاع فقط، فكمية الأسئلة اللي هتيجي عليه مش هتبقى يعني قد سكراتش. هنبدأ مع بعض نحل الأسئلة. الإنترنت هي إيه؟ تعريفها بيقول إن هي شبكة مكونة من مجموعة شبكات، وكل شبكة من دول بقى مكونة من إيه؟ من أجهزة كمبيوتر طبعا وخطوط اتصال. ده تعريف الإنترنت عندنا. السؤال التاني، من متطلبات الاتصال بالإنترنت أنا لازمني إيه عشان أتصل بالإنترنت؟ نمرة واحد قلنا جهاز كمبيوتر مثبت به كارت شبكة، كارت إيه؟ شبكة. نمرة اتنين، مزود خدمة الإنترنت اللي هي الشركة بقى، ماشي. نمرة ثلاثة، برنامج مستعرض، دي من متطلبات الاتصال بالايه؟ بالانترنت. الارتباط الشعبي بقى او الارتباط التشعبي او الهايبر لينك، اللي هو اي جزء وانت بتتصفح الانترنت بيجي عليه المؤشر بيتحول من ايه؟ من سهم الى علامة ايه؟ يد كده، كف، ماشي. هنقول تعرفه ان هو ايه؟ عبارة عن نص. ممكن الارتباط التشعبي ده يكون ايه؟ نص، ممكن يكون صورة، أو ممكن يكون رمز. يبقى هو عبارة عن نص أو صورة أو رمز مرتبط بعنوان معين، ماشي. وعند الضغط عليه على ارتباط الشعب يعني ينتقل إلى هذا العنوان، تمام. السؤال بعد كده، ما المقصود بالعبارات التالية؟ نمرة واحد، مزود خدمة الانترنت. هتقول هي مثلا، طبعا احنا عارفين مزود الانترنت هي عبارة عن شركة، زي مثلا شركة المصرية للاتصالات اللي هي الحديثة اللي موجودة دلوقتي اللي هي شركة وي، او تي اي داتا، شركة زي تي اي داتا برضو دي مزود خدمة، شركة فودافون واتصالات وشركة موبينيل، كل دي ممكن تحصل منها على النت بمقابل. يبقى هي شركات تقدم لك كمستخدم يعني خدمة الانترنت بمقابل مادي مثلا، هو ده بالنسبة لنا مزود الانترنت. البروتوكول بقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن القواعد التي يتم بها نقل البيانات عبر ايه؟ مظبوط، عبر شبكة الانترنت، ماشي. موقع الويب احنا قلنا هو عبارة عن ايه؟ صفحة ويب او اكثر، ماشي. صفحة 2 300 1000 مرتبطة ببعضها البعض، كمان لهم اسم. الموقع ده ما مش اي موقع وخلاص، تحت اسم معين، ماشي. كمان في جزء في الاخر ونقول ان هو مخزن على خادم الويب، ماشي. ده تعريف الموقع الويب بالكامل.
صفحة ويب أو أكثر مرتبطة ببعضها البعض تحت اسم معين ومخزن على جهاز خادم الويب. السؤال اللي بعد كده، يعتبر نقط من أشهر محركات البحث على شبكة الإنترنت. احنا خدنا عندنا في الشرح 2 محرك بحث من الأشهر، اللي هو المحرك الأول اللي هو معروف أوي يعني، هو محرك جوجل، وفي محرك تاني ادهولي اللي هو اسمه ايه، بينج، يبقى جوجل دوت كوم وبينج دوت كوم، ايا منهم يعني يعتبر من اشهر المحركات. خدمة القوائم البلدية عبارة عن ايه؟ نقول هي قائمة عناوين تتيح للمستخدم ارسال رسالة الكترونية، ماشي، مش اي رسالة يعني، لعدة عناوين في نفس اللحظة او في خطوة واحدة، ماشي. من خدمات الانترنت ايه بقى؟ من خدمات الانترنت خدنا البريد الالكتروني، ماشي، والقوائم البريدية اللي هو بيقول لي عليها دي، والدردشة، غرف الدردشة، والمجموعات للجروبات، كل دي تعتبر من خدمات الانترنت. تعتبر خدمة نقط هي خدمة البيع والشراء من خلال الانترنت، سهلة، اللي هي التجارة الايه الالكترونية، ماشي، دي احنا بنسميها خدمة التجارة الالكترونية. انا من خلالها بقدر ابيع سلع او اشتري سلع. عنوان موقع بنك المعرفة المصري هو ايه؟ طبعا لو انت هجيبها من الاول نقول www.egyptianknowledgebank.eg، يبقى akb.eg ده عنوان ايه؟ بنك المعرفة المصري. السؤال التالي، ما المقصود بخدمة نقل الملفات؟ يعني نقول خدمة نستطيع من خلالها ارسال او نقول تبادل الملفات عبر شبكة الايه الانترنت. خدمة الويب، وهي الخدمة التي تمكنك من تصفح المواقع والصفحات التي تم تصميمها بإيه؟ بلغة HTML. يبقى ده مرتبطة بالتعريف بتاعنا، بتعريف خدمة الويب www. السؤال التالي، اختار من بين الاختيارات اللي عندي. خدمة نقط هي أماكن على الإنترنت يجتمع فيها الناس لتبادل الآراء والأفكار، اللي هي المجموعات، ماشي، مش القوائم البلدية ولا المحادثة طبعا ولا نقل الملفات. موقع نقط هو أحد مواقع الوسائط الاجتماعية، طبعا معروف هنا تويتر، ماشي، ولو جاب لي فيسبوك يبقى اختيار صحيح، لو جاب لي يوتيوب وغيرها من المواقع التواصل الاجتماعية المشهورة. خدمة نقط تسمح بإرسال ملف إلى زميل لك أو زملائك في أسرع وقت. خلي بقى، البحث ولا من خلال البريد الإلكتروني ولا الويب ولا إيه؟ لا طبعا ولا ده، من خلال خدمة البريد الإلكتروني تقدر تبعت رسالة يعني إيميل وتحط فيها ملف في خدمة اسمها أتاتش، إرفاق، يعني كلمة أتاتش إرفاق أو مرفق. أكمل بما يناسب من بين الأقواس. نقط هي تكنولوجيا متطورة تعتمد على نقل المعالجة ومساحة التخزين الخاصة بجهاز الكمبيوتر. نقول الخاصة بالمستخدم أو الخاصة بك، خاصة إيه؟ بك، من الكمبيوتر إلى ما يسمى بالسحاب. يبقى هو بيديني المساحة التخزينية بتاعت اللي أنا بستعملها مش على جهازي إنما على السحابة والمعالجة كذلك. يبقى دي ايه؟ تكنولوجيا الايه؟ الايه؟ الحوسبة السحابية.
الحوسبة السحابية. هو جاب لي يمكن جاب لي المفهوم ده ماشي، بس طبعا الحوسبة السحابية هي الأقرب. من خدمات الحوسبة السحابية ايه بقى؟ قلنا التخزين السحابي زي جوجل درايف، وزي التطبيقات السحابية، التطبيقات السحابية زي جوجل اب خدناها، زي البريد الالكتروني بكل انواعه. تعتبر امكانية الربط بين عدة مواقع من مزايا او من فوائد الحوسبة الايه السحابية. من اشهر مزودي خدمة الحوسبة السحابية مجانا جوجل، ماشي، وده هو المثال اللي ضربه في الكتاب كمان. متطلبات الدخول على الحوسبة السحابية عندنا محتاجين ايه؟ كمبيوتر، صح، جهاز كمبيوتر، وايه كمان؟ نظام تشغيل، ايه كمان؟ خدمة اتصال بالانترنت، كمان ايه؟ برنامج مستعرض، برنامج مستعرض مزود خدمة حوسبة سحابية زي جوجل وامازون ومايكروسوفت يعني، وكمان شركة ريد هات. فوائد الحوسبة السحابية نمرة واحد، امكانية الوصول الى بياناتك في اي وقت ومن اي مكان. نمرة اتنين، تقليل التكلفة. ثلاثة، مشاركة الايه المصادر، وغيرها من فوائد الحوسبة السحابية. اشهر مقدمي خدمة الحوسبة السحابية احنا خدنا جوجل، وخدنا مايكروسوفت، خدنا كمان شركة امازون، خدنا كمان شركة ريد هات، ماشي، شركة كبيرة برضو في مجال الايه الكمبيوتر. السؤال الثالث، ما المقصود بمزود خدمة الحوسبة السحابية؟ هي شركات تمكنك من الاستفادة من خدمات الحوسبة السحابية، سواء بمقابل او بالمجان، بمقابل زي امازون وبالمجان زي جوجل. منصة التشغيل او بلاتفورم كمكون رئيس للحوسبة السحابية. طبعا هي منصة التشغيل هي المفروض الجزء الخاص بتنفيذ تعليمات المستخدم، يعني ايه؟ زي حفظ الملفات وتخزينها والوصول الى قواعد البيانات الخاصة بكل مستخدم. ده المقصود بالمنصة او البلاتفورم. السؤال التالي، المكونات الرئيسية للحوسبة السحابية، ايه هي المكونات الرئيسية؟ البرامج معانا، ماشي مظبوط، والمنصة التشغيل والبنية التحتية. يبقى الاجابة الصحيحة هي جميع ما سبق. من فوائد الحوسبة السحابية التكلفة المادية العالية، مشاركة المصادر، ده تمام، سرية المعلومات الشخصية. يبقى الايه الاجابة الصحيحة ان انا بستطيع من خلالها مشاركة الايه المصادر. من اشهر مقدمي الحوسبة السحابية امازون، مظبوط، وجوجل ومايكروسوفت. يبقى الاجابة الصحيحة هي جميع ما سبق او جميع من سبق. السؤال التالي، صح وغلط، يمكن تصور الحوسبة السحابية على انها شبكة من اجهزة خوادم مركزية تعتمد عليها البرامج والتطبيقات المطلوبة، وهذه الخوادم متصلة باجهزة الكمبيوتر من خلال الانترنت، ماشي، ده تعريف تقريبا صحيح للحوسبة السحابية. من خدمات البريد الالكتروني السحابية جوجل ميوزك واي كلاود. لا، يبقى دي يبقى ايه؟ من خدمات الموسيقى السحابية. يبقى الجملة دي اصلا غلط. هو طالب مني تصحيح الاجابة؟ لا، ما طلبش مني تصحيح. يبقى السؤال اللي بعد كده، البنية التحتية تشمل التجهيزات المادية مثل معالجات وخوادم ووسائط التخزين، تمام مظبوط، ده احد مكونات الايه الحوسبة السحابية. توفير اتصال بشبكة الانترنت لا يعد من متطلبات الدخول على الحوسبة السحابية. لا طبعا،
شيء اساسي في الحوسبه السحابيه انك تكون عندك خدمه انترنت. من فوائد الحوسبه السحابيه مشاركه المصادر. مظبوط، صح، الجمله دي صحيحه 100%. لاستخدام الحوسبه من الخاصه باوفيس 365 يجب ان يكون لديك ايه، حساب بريدي من شركه ايه، مايكروسوفت، ماشي. اسمه ايه الموقع اللي بتاعهم اللي بيدي بريد الكتروني؟ اسمه هوت ميل، زي جيميل كده في الجوجل. لانشاء مستند بخدمه الحوسبه السحابيه جوجل دوكس نضغط على قونة ايه، ايه موجوده في الموقع اسمها نيو، واختار جوجل اب او جوجل دوكس. ماشي، جوجل دوكس. من خدمات الحوسبه السحابيه قلناها بريد الكتروني، ايه تاني، تخزين سحابي، موسيقى سحابيه، وكمان تطبيقات سحابيه. لمشاركه مستند مع زملائك يتم الضغط على ايقونه ايه، شير. طبعا دي سهله، يعني حاجه احنا بنمارسها كل يوم. يعني لانشاء حساب جديد بجوجل درايف نختار حساب جديد، يبقى ايه، كرييت اكاونت، ماشي. لانشاء بريد الكتروني جيميل في جوجل نفتح مستعرض الانترنت ثم نكتب عنوان موقع جوجل بشريط، بشريط الايه، العنوان. سهله دي، مش صعبه، يعني زي ما كلنا بنستخدم الانترنت. ضع علامة صح وعلامة خطأ. لاستخدام خدمات الحوسبة السحابية جوجل درايف يجب وجود بريد الكتروني يتم انشاؤه للحوسبة السحابية. مظبوط. لانشاء بريد الكتروني جيميل في جوجل يتم الضغط على ايقونة جوجل ابس واختار درايف. لا غلط، بختار جيميل او بضغط ميل، بختار ميل واضغط كرييت اكاونت. يجب ان يكون البريد المضاف لمشاركة مستند باستخدام الحوسبة السحابية جوجل درايف ضمن نطاق جوجل. يعني ايه؟ يعني حضرتك علشان تستخدم الحوسبة السحابية من جوجل عملت لنفسك بريد الكتروني على موقع ايه، على موقع جيميل، وبعدين استخدمت جوجل اب وعملت ايه، مستند كتاب موضوع تعبير مثلا، وعايز تبعته لواحد صاحبك. العنوان اللي انت هتبعت عليه، البريد الالكتروني اللي انت هتبعت عليه، لازم يكون هو كمان على الجيميل. فهمنا؟ يعني مش هنبعت لحد من شركة تاني، يعني عشان ايه، تاخدوا بالكم الناس اللي تابعنا بس. يمكن حفظ مستند تم انشاؤه باستخدام خدمة الحوسبة السحابية جوجل درايف. طبعا طبعا اقدر احفظه في جوجل درايف. طبعا من عوامل الامان للحفاظ على صحتك اثناء استخدام الكمبيوتر، طبعا هي عوامل عديدة، لكن من اهمها مثلا ايه، استخدام او اختيار اضاءة مناسبة لايه، للشاشة، عشان ايه، عشان عينيك. يعني ان يكون مستوى الكمبيوتر والكرسي متناسبين، ماشي، الجلوس في مقابل الجهاز، بالجهاز قدامك مباشرة، مش على يمينك ولا على شمالك. ايه كمان، ايه كمان، تحريك الرقبة بشكل عشوائي بعد كل ايه، بعد كل 20 دقيقة نقضيها امام الجهاز. وطبعا هما حوالي 9 عوامل او 10 تقدر تراجعهم تاني. المقصود بالمصطلحات التالية: التعدي الإلكتروني هو الخروج، قلنا هو الخروج عن الآداب والأخلاق. فين بقى؟ في غرف المحادثة، مظبوط، اللي هي دردشة يعني، شات، أو في باستخدام الرسائل القصيرة أو وسائل التواصل الاجتماعي. كل وسيلة تكنولوجية تقدر تعبر عنها ويحصل فيها خروج عن الآداب. كل الوسائل اللي احنا بنستخدمها، ماسنجر وواتساب وجوجل وفيسبوك، كل ال واس ام اس، كل الوسائل الالكترونيه احنا بنستخدمها، لو حصل خروج عن الادب والاخلاق وانت بتستخدمها، حد شتمك او انت شتمت حد، ده احنا بنسميه تعدي الكتروني. الازدراء هو وضع تعليق
غير مهذب في غرف الدردشة أو على مواقع التواصل. الرسائل المزعجة مثل الرسائل الإيه المتكررة والتي تحمل محتوى دعائي. طبعا احنا بنعاني من الكلام ده. الشركات اللي بتقعد تبعت رسائل على الموبايل دي تعمل دعاية لنفسها في كل المجالات، حاجة بقت يعني حاجة مشكلة، يعني مشكلة بتواجه كل شخص كمان. ويمكن ان تحمل ايه، ان تحمل ملفات ضارة او فيروسات. يبقى ده تعريف الايه الملف الرسائل الايه المزعجة. كده احنا خلصنا الاسئلة على الجزء بتاع الانترنت في كتاب الوزارة. ممكن كمان نستعين بنموذج او اتنين من نماذج الامتحانات ان شاء الله في فيديو قادم. البيت الشعر ده معايا من زمان يعني بفكره، بيقول فيه المتنبي، والمتنبي ده واحد من كبار شعراء العرب في التاريخ يعني: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. يعني المتنبي شايف ان اكبر عيب من عيوب الناس ايه هو بقى، العيب الكبير اوي في الانسان انه يكون قادر على التمام ولا يكون، انه يكون قادر انه يكون الاول فيأتي في المركز الثاني، انه يكون قادر ان يكون الافضل فلا يكون الافضل. اذا كنت قادرا على ان تكون تاما، واحد بيرفكت كده، شخص بيرفكت كده، شخص ممتاز قوي، لو انت قادر تبقى شخص ممتاز قوي وما بقتش، ده عيب كبير قوي 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 في نظر الراجل ده. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، وإلى اللقاء.